مرحبا بك يا عزيزتي، لو أول مرة تنوريني في القناة شرفيني باشتراكك، كمان تفعيل علامة الجرس ليصلك كل جديدي. تصفحي القناة كما تشائي، اختاري منها المناسب لك. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش بلايك، شير لكل الأصحاب، الدل على الخير كفاعله. فضلا عزيزتي وليس أمرا، تحياتي لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وأحسن حال. السمنة والوزن الزايد والترهلات والكرش والإرداف والمية تحت الجلد، الدكتور التخسيس، الرجيم، هنعمل دايت مش هناكل، هنحمي نفسنا، حاجات كتير جدا جدا بيواجهها البعض مننا، سواء كان رجال او نساء. المشكله مش مقتصره على عمر معين، لا، مختلف الاعمار بيعانوا من المشكله دي. سبق ونزلت انا وصفات في القناه عن الرجيم وازاي انك تقدري تخسسي نفسك بطرق طبيعيه، والحمد لله الطرق الحمد لله ناجحه. النهارده جيت لكم كمان بطريقه تانية ناجحه كمان ومجربه 100%، ازاي ان انت تقدري تنزلي وزنك من غير طبعا ما تجهدي نفسك، من غير ما تعملي اي حاجه، من غير ما تروحي للرجيم، من غير ما تحرمي نفسك من الاكل بشكل عام. بس اهم حاجه سبق وقبل كده قلتها، ان الاعتدال في اي حاجه جميل، يعني الاعتدال في الاكل بشكل عام جميل، يعني ما تاكليش كتير قوي قوي وتعملي الوصفه بتاعتنا وتقولي ده الوصفه ما نجحتش، لا، كلي وما فيش اي مشكله، كلي كلي 100 مره في اليوم بس بهدوء بعقل. وصفتنا النهارده اللي احنا محتاجين عشان نطبقه هو القرفه، ودي القرفه متوفره وجميله، بتساعد على حرق الدهون بطريقه منتظمه في الجسم. كمان الكمون، والكمون ده عامل اساسي لمعظم الوصفات في حرق الدهون وانزال الكرش. الليمون الحامي بتاعنا اللي هو الصيدليه المتكامله اللي احنا ما بنستغناش عنها في اي حاجه. الوصفه النهارده انا هعملها مقدار كوب واحد بس، لكن طبعا هي الوصفه بتتاخد 3 مرات في اليوم قبل الوجبات. تمام، لتحضير كوب واحد، وانا دايما بفضل ان احنا نعمل الوصفه دي في كوب واحد. هناخد نص معلقه قرفه، على معلقة كمون ممسوح، على نص ليمونة هنعصرها مش هنقطعها شرايح، هنضيف ليها كوب ماء. تمام، وهنقلبها كويس. بس لان هنا غامقه مش راضيه تجيب التقليب، هنرفعها على النار تغلي، تغلي براحتها، مش تغلي قوي يعني، بس تاخد الغليان، مش هنسخنها ونسيبها، لا، نديها 5 أو 7 دقايق تغلي فيهم براحتها. هغليها وارجع لكم. ورجعنا لكم بعد ما غليناها لمدة 7 دقايق كاملين. المطلوب مننا احنا حاليا مش هنشربها، احنا حاليا هنسيبها تبرد لمدة نص ساعة كاملة، الخلطة معنا تتفاعل مع بعض عشان نقدر ناخد اللي احنا عايزينه منها. بعد الغلية بنسيبها نص ساعة كاملة، هنسيبها ترتاح النص ساعة ونرجع لكم. بعد مرور نص ساعة الخطوة الأخيرة هتكون كالآتي، هنقلب الخليط كويس جدا، بعد كده بنصفي الكوباية، وأصبح المشروب معانا جاهز. المشروب بيتاخد 3 مرات في اليوم،
كل قبل وجبة رئيسية، بمعنى ايه الوجبة الرئيسية؟ اللي هي الفطار والغداء والعشاء. الوجبات الجانبية اللي هي الناس اللي بتاكل اكتر من 3 طاقات في اليوم ما تستخدموش، بيتستخدم 3 مرات فقط في اليوم. قبل الفطار كوباية، قبل الغداء كوباية، قبل العشاء كوباية. الوصفة بتتحضر طازة، يعني ما تعمليش كمية وتسيبيها، تحضيرها مش بياخد منك حاجة ومش بيكلفك مجهود. بتحضريها طازة عشان تقدري طبعا تاخدي النتائج اللي احنا عايزينها. ان شاء الله بتجيب معاكي نتيجة بتستمر عليها، لازم تداوم عليها، ما تعمليش يومين وتوقفي طبيعي مش هيبان معاكي، لا طبعا داومي على الوصفة باستمرار عشان تقدري تحصلي على جسم رشيق غير ممتلئ كالنجمات. يا رب الوصفة تكون سهلة وبسيطة وعجبكم. ومتابعين الكرام يسعد صباحكم، ان شاء الله الايام الجاية هرجع زي الاول اظبط مواعيدي. ما تنسوش باللايك وشير لكل اصحاب، وكمان الاشتراك في القناة مع تفعيل علامة الجرس. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.